مشكلة بدأت تزداد في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها ذروتها في عموم العراق بعد وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. نشاهد وإياكم هذه الصور حيث ارتفعت معدلات احتراق السيارات كما تشاهدون في هذا المقطع المصور، وهذه السيارة كيف تحترق وهي تتحرك ما بين المواطنين. احتراق السيارات له أسباب عديدة، من ضمنها سوء منظومة الغاز المعمول بها ورداءة نوعية البنزين المستخدم. أحد المواطنين رصد لحظة احتراق السيارة التي شاهدتموها قبل قليل.